الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم واحد بالناس في رمضان. متعودين معاكم في واحد بالناس في رمضان إن احنا بننزل كل يوم بنلف في شوارع مصر كلها، بنقابل العمال الطيبين وبنقول لهم شكرا كتر ألف خيركم على اللي انتوا بتعملوه. العمال دول هم الحقيقة اللي أقدر أطلق عليهم، هم أساس الإبداع، هم أساس الإنتاج، هم أساس الصناعة. الصانع اللي بيصنع حاجة، العامل اللي بيصلح حاجة، اللي بيبتكر حاجة، اللي بينشئ حاجة، اللي بيبني حاجة، اللي بيعمر حاجة، هما دول اللي احنا بننزل لهم في رمضان عشان نقول لهم شكرا جزيلا. والنهاردة أولا السلام عليكم جميعا، سلام، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، صباحكم زي الفل. وأنا بشكركم على تعبكم معايا والله، يعني احنا نشوفه ما شاء الله من أول رمضان شغالين، وانتوا ما شاء الله عليكم بجد يعني أحسن عمال والله، أنا بحييك كلكم. خلينا الأول، أنا شايف أنا ماشي كده في مجموعة عمال واقفين هناك عند المركز بتاع استاد حسن مصطفى للألعاب الرياضية. الحقيقة المركز ده كان مركز مهم قوي، أنا بشوفه دايما هنا في أكتوبر. المركز ده متسمي على اسم الراجل العظيم كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللي أنا بعتز جدا بصداقته ومعرفته. المجمع دوت بيضم صالة ألعاب كبيرة جدا بتسع تقريبا 4500 متفرج، انتوا عارفين كده، وفي صاله فرعيه بتستخدم للتدريب عشان خاطر كمان تعلم اللعيب ازاي يبقى لعيب دولي. من المشروعات الرياضيه الجميله اللي انا بشوفها دايما في طريقي وانا رايح مدينه الانتاج الاعلامي. تعالوا بقى نقف عندها. السلام عليكم. منور يا باشا، صباح الفل، ازيكم؟ تمام الحمد لله. طب ان شاء الله انت اسم حضرتك ايه؟ احمد السيد السعيد يا فندم. طب احمد منين؟ انا من طنطا يا فندم. من طنطا. وحضرتك اسمك ايه؟ محمود الهواري. منين يا محمود؟ انا من القاهره هنا، من اكتوبر وهنا الهواري. رمضان كريم، كل سنه طيبين. وانت بقى كده نخش نبص اللي شايف عمال يا فندم. صباح الخير. تعرف عليك محمود محمد. من ايه محمود؟ انا من اليوب. من اليوب. رمضان كريم. الله اكرم يا فندم. انا كده قد ايه شغال؟ 3 سنين. شغال فين قبل كده؟ يعني اشتغلت في حاجات كتير. يعني اخر حاجه ايه؟ كانت امن برضه. امن برضه. مبسوط هنا؟ الحمد لله رب العالمين، فضل ونعم. في ناس كتير بيجوا هنا؟ اه، في لجان منظمه وفي سوبر وفي انديه اجنبيه. لها كم سنه السنه دي؟ يعني هي بدأت تشتغل في 2020. انا كنتش مبص على الناس اللي انا بصرف عليهم. اتفضل يا دكتور. ليه النشاط ده ما شاء الله؟ الناس شغاله في رمضان يا اخي والله كويس. السلام عليكم. اتعرف عليك. احمد حلفي يا فهد. مش علي احمد. ام فهد. ام انت منين؟ من شبخيم. اهلا، احسن ناس. اهلا. كل سنه. عندك اولاد؟ طيب. 3 اولاد. مين ومين ومين؟ عبد الرحمن ومنى وليلى. سنة كام؟ أولى سلم، 6 ابتدائي، 3 ابتدائي. ما شاء الله، ربنا يخليهم. مبسوط هنا؟ الحمد لله بفضل الله، في تعاون وتعاون مشتاق. دخلك كويس يعني؟ اه الحمد لله بفضل الله. يعني بنقول كده الأشياء معدن زي ما بيقولوا. يعني الحمد لله مصروع بفضل الله. يا رب دايما مصروع إن شاء الله، ويقول يا رب كده في رمضان عاوز إيه؟ على الفطار بتقول يا رب عاوز إيه؟ يا رب ست بيتي وأولادي إن شاء الله. يا رب. الصحه يا كريم. يا رب يخليك. السلام عليكم. صباح الخير. السلام ورحمه الله. تعرف بسيادتك خالد سيف النصر سعيد. اهلا وسهلا. حرب شارع ايه؟ انا مشرف امن في الصاله. اهلا وسهلا. اهلا. ماشيين بس قلنا نبص عليكم، شايف كده في حركه شغط وعمل، فقلت يعني. وحضرتك انا دكتور اسمي عمرو محمد احمد. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله تمام يا دكتور. منين؟ من الوراق، من الجيزه. احسن ناس. احسن ناس يا دكتور. طب ممكن ان نشوف العمال دول كمان؟ اتفضل كده. السلام عليكم. تعالى. اسمك ايه؟ محمد جمال عبد الحميد. منين يا محمد؟ من القاهره، من اكتوبر. بتشتغل ايه؟ بشتغل صيانه، شغال في الصيانه كهربائي. بقالك كام سنه انت؟ بقالي 4 سنين. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 4. مين ومين ومين؟ ملك ومنى وجيمي واحمد. نفسك في ايه؟ قول يا رب استنى ستر بس. محمد اعرف عليك؟ احمد محمد حسين. احمد منين؟ من شبرا مصر. شبرا مصر. بتشتغل هنا ايه؟ بشتغل هنا فني مصاعد. اه اسانسيرات. كنت فين قبل هنا؟ قبل هنا كنت في العاصمة، شغال في العاصمة. عندك أولاد؟ عندي فريدة ومحمد.
دمك فريدة 4 سنين ومحمد 2 سنين. حلوم بيه، نفسك في ايه الفريدة؟ يعني اللي ربنا كتب يكون يا رب، يا فرحك بيه يا رب. عرب حضرتك ممدوح جميل. اهلا بيك يا ممدوح. الله يبارك. منين؟ من فيوم. احسن ناس الفيوم. ايه من نفسي في صديق ولا ايه؟ لا من بشوي. من شوي. احسن ناس. الله يكرم اصلا. سهلا. ايه خليك شغال هنا عامل نظافه. اهلا وسهلا. الله يبارك. اهلا وسهلا. انا ليا الشرف والله. الله. عندك اولاد؟ اكثر 5 اولاد ما شاء الله. مين ومين ومين معايا؟ محمد كبير، ومنى، وناهد، ونوره، وسماح. مجوز البنتين والاثنين التانيين، واحده في ثانوي وواحده في تجاره. ما شاء الله، ربنا يكرمك فيهم ويكبر بخاطرك فيهم ان شاء الله. بقالك كم سنه؟ بقالي 2 سنين. مبسوط انا؟ الحمد لله تمام. كنت شغال ايه قبل كده؟ شغال عامل نظافه في مستشفى برضه. ما شاء الله. وحضرتك منين؟ انا من الغربيه، من المحله. من المحله. احسن ناس. الله يخليك. اسمك ايه؟ اسمي عبد الحي. عبد الحي. شغال هنا ايه؟ عبد الحي في النظافه. منور الدنيا. اهلا. ازيك يا حاج؟ ازيك يا عمرو؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك. كل سنه طيب. حضرتك طيب. منين سيادتك؟ انا من الفيوم، مركز اتصال. اهلا وسهلا. وشغاله هنا ايه؟ انا شغاله عامله. بقالي كم سنه هنا؟ بقالي 3 سنين من اول يوم فتحت الصاله هنا. شغال فين حضرتك؟ كنت شغاله في مركز اشعه، وفي مدرسه الصبح في مدرسه، واخر النهار في مركز اشعه. انت مكافحه. ربنا يكرمك. زوجي متوفي ومعايا اولاد الحمد لله، يعني مستوره. معاكي اولاد؟ معايا 4 اولاد. ده بنشتغل في مكاننا في بيتنا بأمانة يعني، ونعمل إدارة كابتن حسن، كابتن نسرين، كابتن صالح، كل المشرفين بتوعنا بشكرهم جدا جدا جدا. أنا حاسة فعلا ولو في عمري 100 سنة كمان أتمنى لحد آخر نفس أشتغل في المكان ده. طب الحمد لله كويس قوي إن ده الانتماء. وحضرتك منين؟ اسم حضرتك إيه؟ أنا روز عمر. عندي كم سنة؟ عندي 32 سنة. وعندك أولاد؟ 4. انت اساسا منين؟ الفيوم. الفيوم. كنت شغاله فين قبل كده؟ كنت شغاله في مدرسه، وجيت هنا من ساعه ما الصاله فتحت. بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. ونفسي في ايه لاولادك بقى؟ بتحلم ايه لاولادك؟ احلم بيكونوا مبسوطين وفي كل حاجه فيهم حلوه يعني. يا رب يسعدهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك منين؟ اعرف عليك. من الفيوم، عواطف احمد. الله يحكي لي الفيوم، انا شايف في هنا. شاري هنا ايه؟ عامله نظافه. مبسوطة؟ مبسوطة. عندك أولاد قد إيه؟ عندي 4. مين ومين ومين؟ عندي خريجة كلية آداب، ما شاء الله، وعندي تجارة إنجليش كلية برضو، وعندي أحمد تجارة حسابات ومعلومات، وعندي محمد تالتة إعدادي. ادعي لهم بإيه بقى؟ نفسك في إيه ليه يا أولاد؟ بالستر وبالتوفيق، وربنا يوفقهم إن شاء الله. يعني يكرمك في أولادك. ربنا يخليك. وحضرتك اسمك إيه؟ أسماء. أسماء أنت منين يا أسماء؟ من أسيوط. أسيوط؟ إحنا بعيدنا بقى ودخلنا على ما شاء الله الصلاه فيها كل المحافظات. عندك اولاد يا اسماء؟ لا بس ربنا يكرمك. ربنا يجزيك ان شاء الله. الشرف بحضرتك. وين محمد؟ منين يا استاذ؟ من المنيا. من المنيا. بتعملي ايه حضرتك؟ بشتغل عامله نظافه في الفندق. ما شاء الله. عندك اولاد؟ معي 4. ربنا يخليهم لك ان شاء الله. وسيادتك منين؟ من اسوان. من اسوان. اسوان ده احسن ناس برضه. ربنا يكرمك. الله يخليك. عندك اولاد؟ عندي 4. مين ومين ومين؟ معايا منيا وحبيبه واحمد وياسين. ربنا يخليهم. بتحلم منهم بيه؟ نفسك في ايه لاولادك؟ هم طبعا يبقوا احسن مني واشوفهم باحسن احسن حاجه. كنت شغاله فين قبل هنا؟ كنت شغاله برضو في شركه برضو عامله نظافه. جيت هنا من قد ايه؟ يعني بقالي بتاع شهر كده. طب الحمد لله. طب انا عايز اقول لكم حاجه. ما تيجوا يا جماعه نتلم كده كلنا. احنا جايين يعني نقول لكم رمضان كريم وكل سنه طيبين. وبعدين انا كده بلف بالعربيه في واحد من الناس. بتشوف واحد من الناس؟ عارفينه يعني؟ طيب. ونقابل ناس حلوين زيه كده ونقول لهم كل سنه طيبين، وبنعمل معاهم بنسلي صيامهم كده بعد اذن السيد المدير. هسالكم شويه اسئله، واللي هيكسب هياخد فلوس. ايه رايكم؟ تحت امرك. تحب الفوازير والحاجات دي؟ طيب السؤال الاول، تحبوا السينما؟ بتشوفوا افلام سينما كده؟ طيب في فيلم اسمه معبود الجماهير. ناديه الجدي. كان بطوله مين؟ حليم وشادي. فاتن حمد. لا، شادية وعبد الحليم حافظ. مين البطلة؟ شادية. شادية؟ شادية. مش هند رستم؟ لا، شادية. مش نادية الجندي؟ لا، شادية. أنت متأكد؟ متأكد. أكيد؟ إن شاء الله شادية. جواب أخير؟ جواب أخير شادية. طيب سيدي، مبروك، أدي 2000 جنيه. إن شاء الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. السؤال الثاني، إيه الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟ التليفون. الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟ التليفون. الشيء اللي بيتكلم ومالوش بيتكلم ومالوش لسان؟ تليفون. شيء والتليفون بيتكلم؟ ده احنا اللي بنتكلم بيه. الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟
تلفزيون صحيح. اتعرف عليك تاني محمد جمال. طيب مبروك يا محمد، 2000 جنيه هديه من واحد من الناس. جبتها ازاي دي؟ صعبه قوي. انا جت معاك كده. هي جت كده. هي جت كده. طيب ايه الفاكهه اللي لونها لونها فين بقى يعني الستات فين؟ ها فاكهه لونها زي اسمها، فاكهه لونها زي اسمها القشطه. ده انت اللي قشطه والله. ها ها البرتقال. صح برافو عليكي، 2000 جنيه هديه لحضرتك. ماشي طيب، ايه الحيوان اللي اسمه سفينة الصحراء؟ الله 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 الله. أول واحد قال مين؟ أول واحد قال مين؟ عمرو اللي قال؟ ولا جمال؟ بصراحة أنتوا الاثنين، أنتوا الاثنين 2000 جنيه مبروك. عمرو وجمال، ماشي؟ السؤال الأخير. أنا شايف عايز الستات يعني يشدوا حلو معايا بقى، يعني مش معقولة. احنا جايين نصلي صيامنا وبعدين. ايه النادي اللي بيسموه نادي الدراويش؟ اسماعيل. اسماعيل اسماعيل اسماعيل. انت كسبت خلاص. نادي الاسماعيلي. مشجع الاسماعيلي؟ مشجع اهلاوي. انت اهلاوي وانت مشجع ايه؟ الاهلي. الاهلي. طب انتوا اللي تقدروا عليا ليه؟ طيب انتوا الاثنين معلش 2000 جنيه، كل سنه وانتم طيبين، اتفضلي يا حبيبي. أنا سعيد جدا اتعرفت عليكم واتشرفت بيكم، وأنتوا الحقيقة ناس محترمين، وإن الناس بتشتغل في نهار رمضان بالشكل الجميل ده وكده، فيعني أنا اللي فخور إني قابلتكم النهارده في واحد من الناس. أنا همشي، حد عايز مني حاجة؟ تأمري بأي شيء، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم ويفرحكم بيهم. كل واحد جاي من محافظة جاي عشان يشتغل من على جبينه، وأنا بقول أنتوا الحقيقة أنتوا صناع النجاح ده. إذا كان المبنى ده قدر يطلع أبطال رياضيين في مجال كرة اليد، فأنتوا الحقيقة وراء هذا النجاح. شكرا ليكم. ربنا يحفظكم. السلام عليكم ورمضان كريم. السلام عليكم. زي ما شفنا الحقيقة يعني مجموعة عمال عمال نظافة وعمال أمن بيشتغلوا في صباح رمضان بجد وكفاح واجتهاد. الحقيقه شيء مهم قوي الحقيقه ان احنا نقول للناس دول شكرا. وانا نفسي كل واحد زي بيشوف اي حد عامل بيشتغل يقول له شكرا. شكرا حتى بالكلمه، مش لازم تدي له حاجه. يعني اذا كنا احنا بنحاول نسعدهم ونديهم هدايا بسيطه تحت اسم الفوازير، لكن انا بقول ان شكرا انك تطبطب عليه. شكرا ان تقول لكل واحد بيبني في البلد دي كتر الف خيرك. لولاك مش هتبني البلد دي ابدا. فربنا يحفظ عمالنا وفلاحنا وصناعنا، هم دول الثروه الحقيقيه اللي بتبني مصر.